پیروزی مانگی ذی الحجه خوای گوره لدنیا دا کومالک تای بدمندی بشوینو کاتو مروفکان بخشیوا پیروزی کاتو شوینکان پیوندی بزوری عبادت و شوازی انجام دانکانو هیا بون من مانگی ذی الحجه تیدا فریزو وازوی حجی تیدا انجام درید که ایچکل لپای گرنگکانی عبادت هر بویا بونی ام پرسش گوره پیروزی بم مانگ بخشیوا تناند لا سالنامه اسلامی دا او مانگی فریزه حجی تا دا انجام درید بناوی حج و نون راو و تا پیروزی عبادت کرنکا که تکشی پیروز کردو لبیک اللهم لبیک 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 لبیک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم على محمد و على آله و اصحابه و امتی اجمعین. در مانگی ذی الحجه شکل لو مانگانی که با اشهر الحرم نعی هاتوه که یکی که لو مانگانی براسی پیروزشی گوره الاسلامه. مانگی ذی الحجه او مانگیه که بتوانین بلین چون مانگی رمضان چی پیروزشی هیا که خوی پردگار روژکانی فرس کردو و امه مطاعت و عبادت و خیر و خیرات و گوره که تدا هیا و پاشان ججنی بدو علالیت و شوی لیلت القدی تدا هیا او در شوی اخیری مانگ رمضان کسان خیری گوره در توانی بلن به همان شوه مناسبه مانگ ذی الحجه او مناسبه که خواهی پردگار بانی خلکی کدو بسن اوانی که حج نصره حج بکن و پاشان او در شوی مانگ رمضان در شوی اخیری که او اخیری گوره لمانگ ذی الحجه در شوی یکمی در روش یکمی خیری اوها گوره ز پاشان اما گذی الحجه یا لما گذی الحجه ذا زیاتر که حج کردنی حج که یکی کلا پیا گورکانی اسلام که براسی گرین یکی زور گوره هیا هرچی کاروباری سیاسی هرچی کاروباری مشاکل و جلو گرفتکانی عالم اسلامی هیا به بل حج دا جبه جبه بکره و لپاش حج کردنا اوشتانا قصیت دا بکره به مشورت و بشورا جلو گرفتکان هم چاره سری بکرین لپاش انزام ذاني حس كرنكا انزام سيدكي هل ما قد الحجة ذا زجني قربان كيف زجني قربان سن قورة وفضل قورة هي كيف الأوى باسي كتابتي قالك جابوها بحقت ما قد الحجة يكيك لو ما قد بيروزانيكا زول الإسلام ريزي قورة هي وفضل قورة هي وبراسي ما قد دياريا لا تندها فرمذي في غمري خالة صلى الله عليه وسلم باسی کراوه، باسی فضلی کراوه، بطایبتی ام دروشی یکی مانگی ذی الحجه اتر او هر بزان صوری والفجر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که خواهی پردگار ده فرمیه والفجی والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یصر هل فی ذالک قسم الذی حجر ده فرمیه براسی ام چوارشتا که یکی لوانا والیال عشر خواهی پردگار سوین ده خواه باو دروشه که اما نشانه زور زور یعنی و ایده فرمی هل فی ذالک قسم لذی حجر آیا اما سویندو بها و نرخی گورهی اوی تذاهی با انسانی خواهن عقل که سویندی پی بخوره تمام بتاکید به دلنیایی و اما نه فجری همو روشک درکوتنی یا نخو درکوتنی روناشی لدنیا ده و لیال عشر او دشوه كلما يذي الحجة ذا أمانا براستي بالتأكيد بالظنيائية و همو جاقاي سرنجا و نرخو بهاي تابتي خوي هي ديارا مانجي ذي الحجة مانجي كي بيروزا لبر اوي ايما ل ناو مانجا كان على صالكا دا كدوانزا مانج مان هيا يكيك لو مانجا انا مانجي ذي الحجة و مانجي ذي الحجة يكيك لو شوار مانجي كابي وتري الأشهر الحرم خوي تعالى القرآن بيروزا أفرميو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ديارة أو شهر ما قبل يعني ندري الأشهر الحرم أشهر الحرم أتا كشتنو قتال شرك الدن لنا أو شهر ما قدا قد غيا أجر مسلمان توشي شر يجبوبية لو ما قدا كم أو يكيك لو ما قانا كهات أبي دس لشر هلقرن وشر رابقرن ديارة ما بيروزي كي تي اي خويله خويدا
ومانگی ذی الحجة دیاره در روز یکمی بتایبتی فضائلیکو و گوریکی زور زوری تیایا خواهی تعالی سوین اخوا بم در روز را علماء و زنانی تفسیر افرمون اگر اشتی زور بایخو و گرینگی نبی لای خواهی تعالی سوینی پین اخوا و سوینی لسر اخوا والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر علماء تفسير فرمون خواهي تعالى سويني بمدر رجا خواردوا بويا زانان فرمون لناو صالة كدا وكو شو أفضلترين شو دا شو دا روجي أخيري مانجي بيروزي رمضان وكو شو بو لبروي لناو شو كانيا شوي قدر هيا ليلة القدر خير من ألف شهر بلام لناو روجي صالة كدا أفضلترين شاكترين روج ام در روزی بدايه مانگی ذی الحجه کپی اوتری نو مینی حاجیان بو لبر اوی روز عرفیت یا افضل یوم عند الله یوم عرفه و افضل دعاء دعاء یوم عرفه و حاجه کمن لروز عرفه ده ابن بحاجی بو یا ام در روز زور زور پیروزن و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هانی امتکی ادا بو اوی کردوی چاک انجام بلنم در روز ده لا حدیث صحیح بخاری افرمیا ما من أيام العمل الصالح فيها للروايات كثيرة فرمية ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري واتا هیچ روزی اکنون لصال کده جورت رو پیروز تری بلای خواهی تعالی و کو امدر روزا فرمود آن رسول الله حتی جهادش لبینای خواهی تعالی دار فرمودی جهاد و غزش لبینای خواهی تعالی مگر کبرایک پیش امدر روزا روشتی به بو جهاد نگر رابیت او بنفس و بمالی خوی بخت کرد بلبینای خواهی تعالی دا او افضل تر لما و ایلا انسان هر کرده و یک انجام با لم در روزا دا او فضل و خیر و جوری کی زور زوری تیا لای خواهی تعالی مانگی ذی الحجة گرنگی کی زور جوری هیا بو ایمان داران خوای گورا لقرآن پیروزا فرمی بسم الله الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر لویدا خوای گورا چن سوین یک دخوا یک لسوین کان سوین خواردنا با ایام ذی الحجة والیال عشر او در روجی کا که خوای گورا سوینی پی اخوا بلای ابن کثیر و هروها ابن عمر و ابن عباس شو افرمون ما بسی خوای گورو پروردگار با او در روزی ذی الحجه دیار خوای گوریش هر کاتیک سوین اخوا بشتیک بو اوی سرنجی مسلمانان راکشه بو گوری و گرنگی و پیروزی سوین پی خوراوکا بو ای بهندی ورگرن او یکی که لگرنگی گورکان یکی کتر لگرنگی گورکانی مانگی ذی الحجه اوی که خوای گورو پروردگار قرآنی پیروزی سرتال لمانگی رمضان دا بساندو لکوا کوتایده اخیر آیت که فرمی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا همو علماء متفقن کاوا لروج عرفه لنویذ الحجه دا بزیوا جاء لك ابرایک یهودی با ابن امام عمر فرمی ایوا روجکتان هيا خوتان پینازان اگر روجی ایم بوای امان کرد بر روجی کی عالمی و گورترین اهنگو بونه مات یاسا زده ایش لی پرسی چی روجله او روجی که قران کوتای هات فرمه بز ایگری امام عمر فرمه ای مشهر و مان کردو او روجی که اخیر ایدا بزیو بیانی کین بججنی قربان و گورترین ججنی عالمی اسلامی و مسلمانانه کواتا گوری ذی الحجه او یک قران پیروزی تا کامل بوا که خوای گورو پروردگار برانبر به هیچ یک لنعمتکانی مدنه که بسر بندکانی بلام لسر دابزینی قرآن و نعمتی ایمان منتا که بسر ایمان داران و مسلمانانا چوکه نعمتی که بحد نعمتا و گورترین نعمتا لهمو بونورا که خوای گورو پروردگار منتا که بسر بندکانی که واتا او بعدی کتری گوری مانگی ذی الحجه که گورترین نعمتی خوایی بو بشریت تایا کامل بوا یکی کتر ل گرنگی و گوری و پیروزکانی ذی الحجة یکی که لمناسک گورکانی اسلام و یکی که لواجباتکانی اسلام که حج مالی خواهی که حج مالی خواه فریزه که زور زور گوری عبادت که زور نوازه براستی کبونوی که عالمی اسلامی مؤتمر که زور گوری و لناو ام مؤتمر گوری کم عبادت گوری اکره گورترین کات تایدان رحمتی خواه تایدان ابزه که
بپی فرمودکانی پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم لهیچ کات وقتی کی ترا بقدر شو روجی عرفه و شو روجی ججن رحمت و برکات خوای گورو پروردگار دان ابزه الو روجا او اندن رحمت خوای گورو پروردگار دان ابزه ک خوای گور افرمی ک یباهی بهم الملائکه شانازی اک لناو ملائکه تکانی با اوانی لا روجی عرفه دان را واستاونو و داوای لی خوشبون کن و بریاری بندایتی راستقینا لبینی خویان و خوای گورو پروردگارا انجام دن و تو مارکن کواتا گوری ذی الحجا و پیروزی ذی الحجا با مسلمانان و با ایمانداران و با توخ کردنوی بندایتی بنده لگل خوای گورو پروردگارا و با تسلیم بونی تواوتی بنده لگل خوای گورو خوای گوری خویده لراسته ایم استا نزیگ بینته و یعن لوانه بلین ل او چن رجانیان که ایل اینی پیروز اسلام براستی فضل و گوری و تایبتی خوی هی تایبت مندی خوی هی امچن رجانه امچن رجانه که پیانو تری عشری ذی الحجه یعنی دیمی یکم مانگی ذی الحجه یعنی او مانگی که حج تیایا دیتا دست بیا کردن دست بیا کاتیایا چون که هر موسیمیک هر کاتیک شتیکی تایبتی خوی هی تماشاکی رجو مانگی رمضان تایبتا بمانگی رمضان و بهمان شو حجش كي شكل عبادته كان هي شكل ركن جوركاني باي كان اسلام بهمان شو ايش موسمي كي تايبتي خو هي ناكري له وقت كان ترا بكري بلكو موسمي كي تايبتي بدن روا ولا موسمي تايبتي شكدان روا اواني كل حزن او خو جورا فضل خو بس رشتون ثاني انا بغنا او شونه واني شي كان انتونيو بغنا او شونه بهمان شو بو او يهستو نستو شعور يانو ودل الروح يان بيوز به بو شونه شونه پیروزانی که اوان گشتونته پیست انسانی مسلمانش لیره و گرینگی بم چن روجب دبم در روجب دبم یابل نو روجب ده که تاک و گات ججنی شو دوای ججنی ش تقریبا چونکه اوشتانی که لم چن روجا رو اذن لدوای یعنی روجی کم روجی ججنه و تاک دو مسیم چواره میشی لوی بردوامه یعنی عبادت کان یک بدوای کادین بعدی گور گور و کروشی عرفه پیش روجی ترویه دیت که ایتر دسکن به مناسكي حج باشان شون عرفة باشان معنا ولا مهاتنا و مزدلفة معنا ولا مزدلفة باشان روجي قرباني كردن ديد همو أمر روجانا إنساني مسلمان لير وكلوينيا بيو يستهست ونست وشعوري لقال أواناتي كلاو بيو قرنجي بم چو روجي كان روجانا بدا بو أوي إلا مسلمانان چونك يكشد كلا لجاني مسلماني إنساني مسلمانا ضرورة ومهمة لمجتمع وكوم القاي مسلمانا ويا بيوستن بيكوا أو هي غير دراون بيكوا أو هي أبي واحد يش متماسك بن بويا لهمو كارو كده وكان كإنسان فيها لصق كجماعتك فيها لصق جماعتك كتير لي دانا بره بويا أوانك اللي استل الحزن بهمان شو إيه مش نقل أوانا في يستا شون الله دلو الرحمن أعتبر لقال يكترياو همو عبادته كان أوانك اللي فيها لصق إيه مش بشيء يكتر ليرا بهمان شو وكو بيغامي خاص الله عسلم وكسنة تقدان راو كي إمش بتوانين لقال يا بهمان شو هما هنگ بين لقال يانا لبيك اللهم لبيك لبيك لمانجي ذي الحجة داو دروجي يكم تايبن من ديكي التواوي هي چون كلا دروجي يكم يأو مانجا دا حازيان لمسجد الحرام دا سرگرمي بزيقي اندني فريزي حزن هروها لو دروجة دا قرباني كردن بو خدا انجام دريتو حاجيان اسنا شيوي عرفات كا امروجة للاي خدا زور گوري هروها دروش مي يكتا پرستي خواي گوري بدرجعي او چان روجة لسر زمانو دلي حاجيانو اگو تريتو سنتي قرباني كردنش يكيك لو پرستشاني كبو رزامندي خدا اكريت لكو تايشا مسلمانان ججنو شادية جرن ببوني انجام داني او فريزة گرنگو با اختارو لبيك اللهم دارا بجوري فرمديكي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كإمام بخاري دجارة ابن عباس تخكي أو هذا فرما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله لرواية هذا فرمي أفضل من هذه الأيام قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا لرجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. مثلاً النبي محمد صلى الله عليه وسلم
لم أمر دروجة كارو كذا عمل صالح سونا لم دروجة ده فرمي فرمي هيد روجك لروجة كاني مانجا كانا هيد روجك لروجة كاني مانجا كانا وكو أم دروجة عمل صالح كذا وي تا كذا وي جوان وتا كوباش خوشويسترو قورترني بلا إخواوا وكو أم دروجة يعني هيد روجة لروجة كاني تد راس إسا مثلا بونو من الزان فرمون دروشي أخيري ماجي رمضان أواتنك ليلة القدر تذاهر ذا فرمون ليلة القدر خيري زيادة لوكانك نقدر شوكا يعني هيج كات كواتا هيج روشك هيج دروشك هندي أم دروشا خيرو قوريو تاكي تذا ناكري قورترنية خوشويسترنية بلا إخواوا بيروسترنية وكو أم دروشا يعني عملي صالة لم دروشا ذا لهم روجا كانك لهم دروجا كانك لهم دشوا كانك خير زياده ترى هذا الجهاد بله قلت يعني اي پیغمبر اخو اصحاب كان قلت يعني اي پیغمبر اخو وللجهاد في سبيل الله يعني دياره الجهاد كذن وكل حديثه قاعده فرمي قلت يعني اي پیغمبر اخو صلى الله عليه وسلم كام كذا وساك فرمي الجهاد في سبيل الله فرمي جهاد كذن لبناي خوي پردگار جهاد كذن يعني لخبات وماندبون وزحمت مشيشان لبناي ام دينه ذا لبرامبري دشمنان ذا سنگر گرتن لیانا و خورا گرتن صبر گرتن و آرام گرتن جا اصحاب کان گوتیان پیغمبر خدا جهاد کرنی لپنای خوی پردگارا خیری نیا فرمی نخیر الا تم جهاد تنجوری ہے جهاد که انسان هل حالتی شی نی دا صبر و آرام ہے به مشتاق جهاد که دنیا کتو به مالو به سامانو به همشتی خوتو برو اینا گرایوا اما گورترین جهاد جا بو پیغمبر خدا فرمی نخیر الا پیایک كذر بشي بخويو بمالو سامانو ولا خوشتكاني او همو بلام هيش تشي نقرتوا همو ثياب بشي فرمي الا او عمل صالح نبي جابوا يا براسي عمل صالح لم روجان ذا لهمو كاتكان كخير زياتي جابلام لير ذا زانايان بس اوان كدو ايا روجو قرتن لم روجان ذا لهمو او كان كاين حساب ذكري وكو اوان وايا برامبير زانان براستي لبر اوي كوا فرمديك لامام مسلم هكذا فرمي پیغمبري خوا الله صلى الله عليه وسلم لم رجعن ذا بروجو نبو بلان فرمدي تر هيا كو مالك فرمدي تر هيا كفرم ذا كان ضعف يعني تذا هيا بلان امامي احمد رحمه خالي به اوي هنا وكذا فرمي امان اثبات وسندكي بقوته كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لم رجعان ذا برجوبوه ثمان سندها روايتي لسر زابوه كشكل لو ذا آية برجوب لم رجعان ذا وكو أو عمل صالح حساب ذكر العمل صالح يعنى ديارة ثمان زنان تكرى ظلن أقر حديثة كان الضعيف به خروجه شكل عمل صالح كواتا برجوبون أين ذاتث الناو ريزي عمل صالح كانوا كلام روجانه ذا بلاي خوي پردگاره و خوشويسترو و گورتره لا عمل صالح كذن لهم روجكاني تذا لروي اودا يكمن بو نمونا خوي تعالى لقران بيروزا بقى ايام معلومات ناوي بردوا لقران بيروزا فرمي ويذكر اسم الله في ايام معلومات اما القران ايام معلومات معناها وايام معدودات معناها مفسرين فرمون أيام معدودات أيام تشريقة سير روجة دواي ججني قرباني بيروز أيام معلومات أفرمون أمدر روجي يكمي مانجي ذي الحجي بيروزا كإنسان شاكوا يا ذكر عبادتي كي زور زوري تيابكا خالي كيتير لويك بيروزي چي تيداي أمدر روجة مناسيكي حاج واجبات وفرائض أركان ومناسك كان حاج زور بي لم در روجة دا جيبا جي أكري أبيني لا همو پایتخت عواصم وعاصمي ولاتكان ولاتي اسلامي وغير اسلامي ابيني وفودي مالي خوي تعالى ميواناني مالي خوي تعالى روكنا شونه پیروزگان روكنا مكي مشرف ومكرمه بو ادا كردني مناسك حج ابيني لا لا ولات اسلامي كان ولا موسكو ولا باريس ولا لندن ولا لا همو پایتخت كان عالم ودين بو او شونه پیروزا ديار اميش لم دروجه دا اكري هروها لم در روجا يوم التروية هيا يوم التروية كهشت ذي الحجية
لو روجوا أتر حاجة كان من دس أكن بمناسك كان رو أكن أو شو أنا بيروزو مينا ولو شو أنا دا دس أكن بتلبية وبلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بويا ابن عباس أفرميه رضي الله عنهما أفرميه في غمر خاص صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التروية ثم غدا إلى عرفات في غمر خاص صلى الله عليه وسلم أفرميه لروجي هشتي ذي الحجة بريك وبرو ميناء لبي نيجي مغرب نيجي عشاء ونيجي نيورو عصر مغرب وعشاء بيانيكر دواي نيجي بياني بريكوت بو كيوي عرفات بويا إمام أحمد أفرميه لرباتي إمام أحمد هاتوا أفرميه بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم لرجي تروية دا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التروية في منى بيغمري نازدار من صلى الله عليه وسلم لرجي تروية واتا هشتي ذي الحجة لمينابو بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم نيجي نيورو عصر مغرب وعشاء بياني كرت إن جاك لو شو أنا دا ما يوا تاوكو أو كاتيك إنسانة وسركي عرفات بوي أفرميه وإلى جانبه بلال بن رباح يظلله بثوب على رأسه من شدة الحر حزرتي بلال لخزمتي في غمري خوادا واستابو صلى الله عليه وسلم أفرميه أو اندكاتك يقرنبو أو اندكرنبو بلالي كري الرباح واستابو لخزمتي في غمراء أوها جلكي برسكدبو بوي سيبريك دروز بكا بو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بويا عبد الله كوري عمر أفرميه تلبينا أكد دستينا أكد بتلبية وتاب لبيك اللهم لبيك تا أو روجي كسواري والله كي أبو بري أكود بو مينا لي وبو عرفات أو كات دستي أكد لبيك اللهم لبيك خالي كيتر أم در روجا ديار الروجي عرفيت يا في غمري نازدار من أفرميه صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة جاء ناوكان يعني بو هشتي ذي الحجة في أدري روجي تروية وبو روجي عرفة في أدري عرفة كلام در روجا دايا أفرمي باوك قورمان بيغمر إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أو كاتي كأمري في أكريا بذبح ولده إسماعيل بو أوجقر وشيخ يسر مريك حزرتي إسماعيل أفرمي أوكو شتيكي زور غريب أو بو بلاي حزرتي إبراهيم ولا بر أو زور زور زحمة إنسان بدستي خوي كري خوي وجقر وشيخ يسر مريك بو أفرمي لناو مكدا هاتو أروي وكو يكيك شون بير لشتيك بكاتا وقلقي شتيك بيا أفرمي دستي خصبو وبش سر بشتي أهاتو أروي أو بيوتري تروية الله كان إبراهيم الخليل يتروى في مكة نيزاني أم أمراتشية أم بو حقيقتي أمشتاتشية بو أفرمي بو شوي سيم كالخوي دا هو خوي بيغمبرانيش حق أمره ككركي خود سر ببرا أفرمي لرجي عرف عرف أن هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى زاني أم أمرا وأم بريارة بريارة كي خواي تعالى بوي أو رجا زاني كأمشتي كي حقه أو بلا رجي دي ذي الحجة إسماعيل أبا بو يسري بري أمرك كي خواي تعالى جيب جيبك بوي ناوي ناوي يومي عرفة هندي كشفر من عرفة بوي ناوي عرفة لبر أوي باوك قورمان آدم لقل دايك قورمان حوى تعرفة على جبل عرفات في هذا اليوم لو رجع ذلك الناس يباش أويك خوي تعالى داي بزان بوسر أرس دارا كبحثي مانجي ذي الحجة لكن أويك زور قرنجا دروج يكمليك ذي الحجة حتى يكمل روج ججن ككوتايدة كواتا قرنجا كلم لم دروجا شو كأياتك شفرمي ولا يعلن عشر دا شوي يكمي مانجي ذي الحجة كزور زور قرنجا قرنجا كيلا شيء قرنجا كيلا وياك مسلمانان ننري مسلمانان هميان خوان آمداكن لا بوجي بجي كرني فريزي كي قورك كفريزي حجة كحج مالي خوايا كخورت كردنوية لهمو خلابو خلابها كاريك خورت كردنوية كلهمو اجتماع ديكاني دنيا وركرن خواي قورو پروردگارة اما قوري ام دروجيا يكي كتل لقوري كاني ام دروجا أويك خواي قورو پروردگار بحثي كدوا فرمي واذكر اسم الله في أيام معلومات فرمي ذكر يادي خواي قورو پروردگار كن لم دروجة دياري كراوا لم روجة دياري كراوانا كبمسيلة دي ذي الحجة أويك ابن عباس وابن عمر فرمن في أيام معلومات يعني في أيام ذي العشر من ذي الحجة ما بس إلى أو دروجة وهروها في غمري خواش صلى الله عليه وسلم لفضل أم دروجة أفرميه أفضل أيام الدنيا أيام ذي العشر
أفرمي جورتين روج جاركاني دنيا روج كاني دنيا بريتل دروجي ذي الحجة دروجي يكمي ذي الحجة وحتى لي برسن أفرمون وقيلة ولا مثلهن في سبيل الله أفرمون أي بيغمري خوا آية بينينية لا 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 روج كاني ترى للجهاد كرنو تيكوشان بخواي جورو بروذجار بيغمري خوا أفرمي ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عثر وجهه بالتراب متفق عليه أفرمي هي لهيج شويني كترا يا بابلين هاوينيني ام دروج لهيج روجا كانيترا الا مگر يكي لپيناي خوي گورو پروردگارا بچيت دروا و بتلي بخولا وات شهيد بكريتو بكوجريتو نيتوا اما تنها اما خيري زورتلا لا او دروجا كماتا گرينجي ام دروجا بلاي پیغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم زور هستيارا و ابي مسلمانان زور بي قوزنا و هر بويا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کمالگ آماده کرد که کمالگ اعمال صالحه لو رجانا بکره یکی کتر ل فضائلی ام در رجا کاکی من آواه که نهم راجی پیوتی راجی عرفه ک راجی عرفه راجی کی زور جوریه راجی که زور مبارکه براستی هیچ راجی ل بقدر راجی عرفه مبارک نیه دوای اوا عشری ذی الحجه کروجی ججن ک پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی افضل ایام عند الله یوم النحر افرمی گورترین روج روجگاری دی ذی الحجه یعنی روجی ججن قربانه ام حدیثا امام ابو داود روایت کردوا و شیخ البانیش بصحیح داناوا چونکه روج پیش اوا یا چن ساعت پیش اوا خوای گور له همو بندکانی خوش بوا وعفوي كردون وأوشي لعرفة حاضر نبوة سنتك لمالوية بالرجوبة أوش پیغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم كخواه قورا قناهي صالك لو بيشو صالك لو دعيبو أسرته يعني أو فضلي دسك بيبا بأنجام داني أو رجوة كتيايدا بالرجوبة أما ما فضائلي ذي الحجية كأبي مسلمانان زور بهند وريقرن وتركيز يعني لسرببه لم روزانه در رزامدی خوای گورو پرودگر بو خوای اندس بخن در راستای ام استا نزیق بینته و یان لوانه بلین لا او چن روزانه یان ک الا اینی پیروز اسلام براستی فضل گوری و تایبتی خوای هه تایبت مندی خوای هه ام چن روزانه ک پیان متری 10 ذی الحجه یعنی دیمی یکم مانگی ذی الحجه یعنی او مانگی ک حج تیایا دیتا دسپیکاتیا چون که هر موسمیک هر کاتیک شته کی تایبتی خویه تماشا کی روزوی مانگی رمضان تایبته به مانگی رمضان و به همان شو حج کی شکل عبادت کان هی شکل رکن گورکانی پایکانی اسلام به همان شو اج موسمی کی تایبتی خویه ناکری له وخت کان تراب کری بل کو موسمی کی تایبتی بدن را ولم موسم تایبتی شکل دان را اوانی کله حزن او خوی گور فضل خوی بسلا رشتون توانی یانم بگنه او شونه وانشی کنه انتونیو بگنه او شونه به همان شوا بو اوی هستو نستو شعور یانو و دل و روح یان پیوست به بو شونه شونه پیروزانی که اوان گیشتو نتیه پیوست انسانی مسلمانش لیره و گرینگی بم چند روش رب دابم در روش رب دابم یا بلین نو روش رب ده که تاک وگه تا ججنش و دوی ججنش تقریبا چون که اوشتانی که لم چند روش رو ادن لدواي يعني روجي كم روجي ججنا وهتاكو دوم وسيم وشوارا مشي اللي بردوامه يعني عبادته كان يقبل دواي كادين بعد يجور الجور وكروجي عرفه بيش تروجي التربية ديت كاي تبدأ سكن ب مناسك حج باشان شو نعرفه باشان معنا ولا مهاتنا ومزدلفه معنا ولا مزدلفه باشان روجي قرباني كردن ديت همو أم روجانا إنساني مسلمان ليره وكلبينيا بيو يستهستو نستو شعوري لقال أواناتيك الله بيو قرنجي بمشو روجانا بدابو أوي إلا مسلمانان چونك يكشد كلا لجاني مسلماني إنساني مسلمانا ضرورة ومهمة لمجتمعكم والقائي مسلمانا أويا بيوستن بيكوا أويا قريدراون بيكوا أويا أبي وحديك متماسك بن بويا لهمو كارو كردو كان كإنسان بيهلاسك كجماعتك بيهلاسك جماعتك يتر ليدانا بره بويا أواني كالإستال لحجن بهمان شو إيمش لقل أوانا بيوستا چون الله دلو الرحمن أعبتبه لقل يكترياو همو عبادتك كان أوان كالوية بيهلاسن إيمش بشيو يكتر ليرا بهمان شو وكو بيغمري خاص الله عليه وسلم وكو سنتك دان راو كي امش بتوانين لقال يا بهمان شو هما هنگ بين لقال يانا اگر تماشا بكين لآياتها
دو آيات مفسرين باسكن ولا قال حد شن يقدو حديث الشاكا فرمودي في أغمري صلى الله عليه وسلم نسأل أم شن رجها قيبل قال لسورة الحج فرم وذكر اسم الله في أيام معلومات يا ذي خايبر قال كن لم شن لشن رجي دياري كراوة مفسرين فرمون أم أيام معلومات أم درجي ذي الحجة كيا ذي خايبر قال تيا زرب كن لم رجانا دا في إست إنساني مسلمان بجورها عبادته بجورها بندأتي براسي خوين زكاه ولا خوي برغان دروجه لا شوين ترا فرمي الفجر وليالي العشر خوي برغان سن خواب بربيان وبد الشوكه دشوكه مفسرين فرمون مبستي ام دروجي يعني دشوي عشر ذي الحجه دائمي ذي الحجه بيغمي خلاص صلى الله عليه وسلم ك تما شكل فرمودا فرمي ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر هیچ روزانه گنیم که کرده و کان لای خوای پرگار خوشیستر بن، او که کرده وانی که انسانی مسلمان انجامی داد، لامچن روزی که پیوتر عشری ذی الحجه. لشون ترا فرمیم هر کسی که امانه بکات و کوه جهادی لپ و کسی که واقع جهاد دپنای خوای پرگار هکا. میتونم ای پیامبری خواست اصلا حتی جهادی میفرمی هیچ کرده و یک نگات اما میتونم حتی جهادیش که جهادی تر یعنی بخشینی روح جانه لپنای خوای پرگاره. فرمين نخ جهادي جناقته ومقر كسيك كبمال وروح وواني برواته نقرته برام اوه فضلي زورتره وكسي كارواته اللي بناي خواه بقال الشهيد بيه ناتواني بلي ولا امجا كان روجار كسيك او بكال الشهيد بقورتره نخير حديثة كبو الشوينية افرميك اگر مقر كسيك برواته نيته ومقر كسيك مال وسروتي وجاني شي ببخشه او كاته اقاته اما وإلا كردا وكان أو نبرز انتعبوا أو دو آيات اللي مفسرين بوا وص تقول لي شرحيان كردوا رافيان كردوا وهروها فرمن كان يبي غمري خواص الله عز وجل نشون كلا فرمن ما من عمل أزكى عند الله نشون كلا فرمن أفضل عند الله يعني بودو فرمو ذي بود الرواية يبي غمري خواص الله صن تعبيري لم درجة كردو مسلماني هندا وك تيا كردوا يباشي أنجام بدن تياو يعني شون الله بيقوز نوا وكو هليك وكو فرصتك بو خون ذكرنا ولا خوي بردگارو بو شلون الله سرينا بغناها كانوا لا خوي بردگار رزامن دي بدد سنه رزامن دي خوي بردگار تمام شكل هيش تي كترا بيغمي خواص الله صلى الله عليه وسلم فرمودي كي وين نفرمو كا او اند گرينگي بدا با چن روجه كا چون مقارنه بك لقل جهاد و تكوشان و شهيد بونو لبيناي خوا چونا ديار اما خوي بخوي گرينگي كي خوي هي تايبت مندي خوي هي و پیوسته انسانی مسلمان لامو براسی او در سوار بگری اوی با برجسته ببکه براسی امچن روز بالا گرینگی کی تایبتی خویه. لبیک اللهم لبیک لا شریک لك لبیک. البته ام بغدادی و پیروزی ل دروجی مانگی ذی الحجه دا تایبت نکرا و تنها بو اوانی که سفری حج کنو ل حرم دا عبادت دکن. بلکو پیروز یک بوت یک رای مسلمانانو هر کس لا شوینو جگی خویو او اندی توانی هی اتوانی بشداری بکات لکردواری دا ام دروجی یک میمانگی ذی الحجه بنومینی حاجی ناسن را مسلمانان لهر جگی کابن بروجو بنو عبادتی پروردگاریان جیاواز لروجکان دیکا انجامدن بمشت یک رای مسلمانان سودمندبن لفرو برکتی مانگی ذی الحجه بمشکوی او عبادتانا سروشتی شی کرنوالی دست جمعی وردگر لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک جرا فرم ده پیروز کباسی عمل صالح کده عمل صالحش گشتیه یعنی هر کارو کردوی هی صالح و چاک و باش به هر عملك صالح به او ذكرته بلا ما جوري فرمديك ديال بروجوبوني ماجي بروجوبوني روجي عرفه ولا فرمديك في امر خالد اسم كاده فرمدي بيت كفارتي صالح لو بيشوتر دبيت كفارتي صالح لو يدوات يعني دبيت كفارتي لصال او يشك العمل صالح بروجوبوني شهر بهمان شوا عمل صالح بجوري روايه امام احمد باشان لحديث صحيح هاتو فرمي لم رجان ده ذكر اخوه تهليل او تسبيحات او الحمد لله وامانه بها ماشي و عمل صالح باشان اقربين ودي كينا و عمل صالح زوش دقلتو انسان ثواني او مارو خير وخيراتي كهيتي بثابتي
يعني تندها خلشي فقير وقرزار ونذار وأمانة هي دليان خوشك بس هي بتي زجني قربان تثك كايو يوا ما عاشني يوا هي وصاكي زو خرابة يوا كارو كسابتي جنية بس دان خلق ما هيك رخاني بنادر بس دان خلق ما نجني بنادر بس دان مال ما هيك مثلازيني شيكينية أنواع مشاكل جريبيت إما كم مثلاً براسي أجدار نوزع خلق وخلق وزع زوزو خرابة راسا هذي خلق هي باشا عمل صالح دتواني سداني خدمة كامكي دتواني سداني سليا رحم بزيبيني دتواني شتيتر بكي ذكر تهلو تسبيحات أمانة بكي دتواني قرآن زور بكي دتواني ذكر خاء زور بكي بتابتي لو رجع كاني كا الله أكبر كنو أمانة دي ثكايا أو هرزوز وسنة والحاصل بلام بو كسيك لا عرفة ولا حجايا مروجون أبي بلام إملي ردا إن شاء الله بتوانين أو كسانة كبتوان بروجو ببن أو عمل صالحة أو كسانة كناتوان بروجو ببن حسب بدايان عمل صالحة بدايان شتي شاكي بدايان كارو كدو جوان هيك إنسان دتواني براسي لم رجانا دا فرصتي شي جوري إنسان بيقوزته حتى أو دا شوي مانج رمضان زنان دا فرمون أم دا شوي خيري زيادة لو دا شوي مانج رمضان بالتأكيد إلا شيء ليلة القدر نبي لبو بويا إنسان حتشي بي بكري إنسان مسلمان إنسان إيمان دار حتشي بي بكري لم دا شوي لم دا روشا بتابتي بيكي حتشي بمالتواني بخزمتي خود بوعظ ونصيحات بأمشقاري بسدان بزسا بلاشا بحرشتي إنسان بتواني عمل صالح بكا براسي إيشي كيشاكي كدوا وفرصتي شي قوليا بتواني بيقوزي توا كارتي شي أواد زناكت خوانا خواس إما خوانا زانتا وكسالة كذيكا أم ذا شوا بخزمتي دقيني أنا لبر أو براسي وهذه بسرشان مانا بثابتي أواني كوا بثمنا بثابتي أواني كوا معلو سامانا هي بثابتي أواني كا قسان دروا شفاعتكا شذكا با بتوانا دوري خوان ببينن وقازان جيكي جورا بذز بهنن وعملي صالحي كي جواني تذا أنزام بذن بويكا بسيثا تطفيق كدني فرم ذكي بيغمبري خواه كذا فرمي لهيز روجكا وكو أم دروجا عملي صالح أحبتلو خوشاويسترو قورتلو بيروسرني بلا إخواوا وكو عملي صالح لما رجعنا ذا عبادت زورة ديارة بيغمري خواه هروكو باس ماقر حديثك فرمما من أيام العمل الصالح فيه خير من هذه الأيام هر عمليك بي ناوي عملي صالح بيه ناوي كردوي تشاك بيه لم در رجيا مسلمان بيكا ديارة باداشتكو وحسنات سوابي مضاعفة لم در رجدا أتر بيقر لا بيكانين يكت بدمي مسلمان يكوا بوي كضلي مسلمان يكوا شكيتا أشياء تسر وبو حج وبو عمره وانا يك يك لو كردواني كزور بيروز لم رجعنا دا حجة هركس يك خوايت على بقسمتي بكا أروها عمره كردن لم در رجع دا أروها رجو بتايباتي لروجي نوي عرفة واتا روجي بيججن أو حديثي لسر بيغمري خوا أفرمي صلى الله عليه وسلم رجا موايا هركس يك لأمتي من لروجي نوي عرفة رجو بقري خوايت على كفارتي أبيت كفارتي دو صالي صالك بيش أو رجاء وصالك دواي أو رجاء فايت على قناها بتشوك كان إصريت وأقر حوية وانك حق الناس تيانا بيا هروها الحديثة هاتوا فرمية شاكترين كردو عمل لم رجعنا دا تهليل وتسبيح وتكبير وتهليل وانا وات إنسان زور ذكر بكا زور سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله زور بكا الحمد لله الحمد لله أو ذكرانا ذكري لا إله إلا الله ذكري توحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله بداخل ويستأم ذكرانا لنو إمدا نماوا مسلمانك بيك موكو عيب وعار تما شاكري بتايبتي حتى لنو مزقوتكانا حتى لنو مالكانا أقر مسلمان بيك أوكو شتيكي غريبي لهاتوا بو لبروي مسلمانان غافل بون لخواي تعالى مسلمانان وين لهاتوا دسيان قرتوا بدنياوا أقاين لذكر نماوا بيغمري خواه فرمي أن تموت ولسانك رطب بذكر الله بتايبتي لم الروجة دا إنسان زور زور ذكر بكا زور أستغفر الله بكا صلوات دان لسر بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أما نكر دويكي زور زور شاكو وزور زور قوران بويا قسيكي عام وعوام وعشائري الله يسوي زيني وذبها بشط واتا شاك بكا وفريدا بحرة وبو لبروي شاك هر جي خوي أقريا لا يخوي تعالى والنابي ولا عبدكانش والنابي ألم روجانا دا دارشتيكم خوين دوا بوي ترجيح بما غير كي هركس يك دوي شاكبكا خايت على امر بان بي اكا يما برحم بين لقل حيوانات لقل هموشتيكا فكيف تو برحم بي شاكبك لقل مسلمانك لقل كسيكا كضلي خوش بكي في كل كبد رطبه صدقه هريان لبريك تو شاكي لقل ابك قم ايكي بي بدي لا خايت على والنابيه بويا فرميك ابراك دايكي نخوش ابي لا
عناية مركزة أبي لإنعاش دكتور كان إذني أدن ألين برد بشر خطان آمادة كان أم دايكي إيوا ماويكي كمي ما ولا حياته خطان يبو آمادة كان بو تشريع جنازة وشتكي أيش أشياء دراوسي وخزمكاني أقادار أكاتوا كبيته وبو لاي دايكي بو خستخانة لرقا سياركي ديارة بنزيني بينامين وأوانا أيوة تفيولي سياركي بكا لبنزين خانيك أو سيسيركا بيشي ليك لناو كارتون يكايا كان بچكي يكي هيا سير سيدي أم بيشي ليك أم مثلا شتانا بچكي أم بيشي لانا چي أخونو أبي كيش تيان بو بيانيا أويش وكو رحمو بزيك أيام بابو لاي قصاب خانيك نيو كيلو قوش تيان بو أكرر كأتشي بو لاي دایکه کی بو خسته خانه سره کا دایکه کی لعنای مرکزه نما و الله ولای دیار دایکه مردوا پرسیال دکتور ول کارمند کانکا الله دایکه ایتو الحمد لله باج بو نقل ماکروبو شقی کیتر وقاوش کیتر اج کا چی بولای دایکه سره کا دایکه وضع باشا الله دایکه گان وضع چون الله زور باشم الله چون الله ولای خو خوتم خوم بینی لخوم دا اوها شتی کی سوز لا نو کارتون یک و در اچ برز بیت بو اسمان مش شو مسل کارتون قسم کی چن پیشیله کن دست یم برز کردو تو بولای خوای تعالی بو اسمان دعا کن الله یا ربی خوای شفای امن خوشه بده اما پاداش تی چاکه کردنا لغل پیشیله یکا جابو یم لم روزانه د بتایبتی استا یم روبروی قیران یک وینتا مسلمانان چاکه بکند دستی فقیر و هجران بگرن زیات اللهم زغوت کانی مالی خوای تعالی دابن بگرن و بلای خوای تعالی بتایبتی لروج عرفه دا دعاء قبولا افضل الدعاء دعاء يوم عرفه یک لو کاتانی ک دعایت یادا قبولا روج عرفه یا دزبر بکن و بلای خوای تعالی خوای تعالی دعا کمن قبول بک خوای تعالی کردو چا کمن قبول بک خوای تعالی رحم بمردو کمن بک خوای تعالی خاک ولات مان پر خیر و اودان بک ان شاء الله خوای تعالی دعا کمن قبول بک جائم کوت مان امر رجا للی خوای گور زور گوریا و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم زیاتر تیش کی خصوت سرو زیاتر گوریا کی رون کو تو کواتا ام قصید جناب دی تی زور جوان ام پرسیاره ک ایتر یما ابیتیا چی بکین یک یگلوش تا زور مهمانی ک ایم لا مانگی ذی الحجه و بتایبت ل یکم روجی ذی الحجه ایم پی وسا انجام بدین بریته ل توبه توبه کی صادق چونکه خوای گور پروردگار بردوام به ایمانداران افرمی يا أيها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون دعوة توبة الإيمان دارانك چونك توبة بسرا وبشي بالرزقاري وبسربرزي تو أقربتي بالرزقار بالرزقار وسربرز بي لقيامة أبي توبة كاربي ببردوام أبي توبة كاربي وهي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أنا النبي التوبة من بيغمري توبة كارانم چونك بيغمرك إيمش توبة كاربو ببردوامي أوني أفرمي من لشو روجك زياتر لشونك أفرمي حفتا جار لشونك أفرمي صد جار توبة أكم أقرمو بلاي خواهي قولو بردقار أو يقدوهم نيتي توكمو بهز بو انجام داني بدسناني رزامدي خواي گورو پرودگار بو انجام داني کوملق عبادت ک ایم لخواو نزیک کاته والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا خواي گورو پرودگار فرمی هر کس یک لپیناوی ایم تی کوشه بو نزیک بونه ول ایم ایمش برچای رونا کینو یارمت یدین جادوی امانه اتزور گرینگ چیپکا یکم اگر بتوانی حج بکا چونك حج وينيني في غمري خواه أفرمي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة أواني كروشتون بو مالي خواه وحجي مالي خواه كن قولترين أعمال جيبا جيبا كحجي مالي خواه خواهي قولان لواني قبولك وبيك أبتا نسيبي إيمو أوانيشك سفري حجي عنك روك وحديثة متفق عليه إمام بخاري مسلم رواياتي عنك روك دواي حج چی کرده وی ترزور گرنگا بیکن که ایما کنچون بو حج بریتی لأصیام روشو گرتن عجزم کردی لپیشترا پیغمبری خوا افرمه کل عمل بني آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي بي افرمه همو کردوی بني آدم بو خویتی الا روجو نبی او بو خوای خوای ګورو پروردگار اجر پاداشته کی دیاری کردو د زانه چنی پی د بخشه و هر وها کوابه بتوان ری او نو روجا بر روجو بن اگر نتوان را روجي عرفه زور زور گرنگه چونکه پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم افرمه احتسبوا على الله ان يكفر السنه الماضيه والسنه التي قبل بعده فرمه اميد موای خواهي گوري بكات كفارتي گناهكاني صالي رابردو وصالي دهاتو بكات كفارتي گناهكاني صالي رابردو وصالي دهاتو اما بوچيه كاكي من سيريكا بامن شتيك بلم لسر اما وضوعي عرفه ايما چن مليون كسمان لعرفات را وستاو بجلي احرامه وانيا حتي لبرانيه احرامي كي بوشيوا پشتمالك دعوتي با بروكو سينيا ودانيش بسر شانيا باشا
ام دو پشتمالا ایت خو رود کړو ته همشت یعنی خو یا من همشت یک ملخم دار نیو هاتم بولایتو سنت اویل عرفات خو گورنی کړو نصیبی لمالویا بر روجوبه یعنی احرام کی روحی بکاتبر روحی اوان احرام کړو ته بر لاشان منو تو ایمان دار لمالکان خو مان اتوانی احرام کین بر روحی خو مان بر روجوبون بو روجو چونکه بو او احرام کړو ته بری کوملش تی لسر حرامه نابه بیکا كبيشتل حلال بو مثلا كومالك شت حرام حرام كان هر حرامي زورتر سناك نابي بهش يوازك حاجي نزيكي بيتوا كومالك شت حلال يجي مثلا دارش كان نوي وعتر دان لخويا ومثلا هن شت هي نابي بيكا بهش يوازك حاجي كإحرامي بوشيو منو توش كبر روجو بين همان حالات مان هي بلام روحيا همان حالات مان هي كومالك شت هي بروجو نبين حلال بيكين او خواردنه ونان خواردنه مثلا هنی حرکاتی تره درسته بیکین بلان بر روجوی نبه کوابه منو توش کلمه الو بر روجوین احرام من کرده بر روح من الین خواهیانه و ایمش بر روجوین بوی ایمش رجاع کین او دعایانی که اهلی عرفات ایکن لروجی عرفاته و توش برکاتی خود ابارینی لعرفاته بشی ایمشی لبده بشی ایمشی لبده و تانی ایمش بر روح من لبین بر روح من لقل اوائن بو چونکه هدف لحج و هدف لروجو و هدف لنوجو و هدف ل عموم عبادات بريتيلة شيء بريتيلة تقوى بريتيلة تقوى تقوى زور مهمة أو تاني خواي جورو بروتجار مثلاً لموضوعي قربانيها فرمي لي ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم خواي جورو فرمي من خيونو قوشتكم لي وناوي جا خلكي وهاي لمن ناتوام حيواني زور قلو وا وا أسر برم خواي جورو بيسي بقوش نية نبيسي بقوش أنا بيسي بخيونا كيدي ولكن يناله التقوى تقوى لحجش تقوى للرجوش تقوى لنوجش تقوى لهم أعمالك صالحات تقوى دون اشتكي زور جوانم بيني من حزكم ليرا آماجي بيبدم شيخي سعد شيرازي أفرمي باوكم هالي ساندم بيكو شو نوش بكين أفرمي سير مكر لشارع هر مالي إيما قلوبك كرا هالكرا وشرا كمان داير ساندوا خريك شو نوجي منو باوكم أو خلقيتر گشتی خواهد تو گلابی کجانوت او چرا ای کجانوت او باشه وتم بابا خوازگاه او خالکش گشتی حالا سعی کنم منو تو چرای دعای سان و شونیو جکرد فرمی باهم قصه کی پیو وتم تامر دم لبیرم ناتی فرمی روح ل خوازگاه توش بخواد تی او کو او خالکو غیبت دن کرده شونیو جن نکرده هن حال نه سعی تی او شونیو چون که ل نو شونیو جکا غیبتی خالک که او خالکی که خواهد تو شالا توش بخواد تی نک حال سی لقل شونو جكا غيبتك اما معناه يزور قولي تيايا يعني تو اقر شونو جيبكي تقويتي انا بي ارزشيني حد جيبكي تقويتي انا بي ارزشيني كواتا هدف ليرا لاعمال صالحات تقوايا لدواي امانات شي مهمة يوم النحر روجي قرباني يعني روجي ججن سنته هركس هيتي حيوان سربري چونك كومالك احاديث هن بلا حديثة كان قصيان لسره هني كان ضعيف هني كان غريب بلان بكوي حديثه كان هرهم يسيركي هرهم يان بيكو ابن حديثه كا بشتيك بقرنو يكتري بهس كان كبيغمري خو افرمي ابيتا ما يسرين ويهم غناها كان واياتي لسره فصلي لربك وانحر خو يقولوا برورد قال بيغمري خو افرمي نيوش بكو حيوان سربره نيوش بكو حيوان سربره قرباني بك كواته قرباني كردن امري خو لسره ما دام امري خو لسره اجرب هذا الشكي يكجار قورو مبارك و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم افرمی خواه گورو پروردگار لروجی ججنی قربانا زور زوری پی خوشا بندکانی قربانی بکنو حیوان سر برن بو خواه گورو پروردگار لپیناوی خواه گورو حیوان سر برن دوائی اوا چی مهمه نوش کردن کسی که نا توانی حیوان سر برن بلان خواه توانی نوش بکن که براوتی پاریتی نا چی اتواني نوجي زور بكا چونك پیغمبري خوا فرميه صلى الله عليه وسلم وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه او حديث قدسيه فرمي خواي غورو پرودگار فرمي بندكم اتواني بنوافل يعني بسنه نوجي سنته كان او اند نوجي سنته كان لمن او اند نزيق بيته حتى احبه تاويليه من خوشم بيت او حديث امام البخاري رواياتك دعي اما ذكر كبريت للتكبير وتهليل وتحميد امانه كالله اكبر لا اله الا الله واستغفر الله كبيغمري خوا افرمي صلى الله عليه وسلم قورترين ذكر ودعاء للروج عرفا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اما قورترين ذكرك كانسان بتاعنا لو شو روجا انجام دا بو حاجي وبو غير حاجيش لبرو يما هول بدين كجرينجي بم عبادته انا بدين ديار لقل امانيشا شاكردن لقل دايكو باوكا سيلي الرحم كزور زور مهمه لم دروجا وبتايبتي روجاني ججن بجهناني سيلي الرحم اشتواي نيوان خمان وخلكي
که پاک نوی دلو درون لرقو کینه و بغض و حسادتو هر چیشتی که خواه پی نخوشه لخومانی دور خینه و هر چیشتی شیطان پی خوشه ایم نزیکی نکوینه بایشی وازیک اوی خواهی گوره دعوه من لیکن لگل یابین بوی بکوشین و جه بجی کن ابین خوشویستی خواه و ابین خوشویستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و اوکاتا براستی توانی معنی او در روزا که لای خوای گورو پروردگار زور گورو زور مبارک و زور پیروزا ایمیش با گورو مبارک و پیروز پرمان کرد بیتا و با عبادتی جوان بو خوای گورو تا لروج قیامتا انشاءالله همون من روسو رو سر برز بین لبر دیوانی خوای دا انشاءالله چون الله انسانی مسلمان پیوست همو مواسمی جیانی پری بیل عبادت و سات وقت اگنی انسانی مسلمان عبادت و بندایت یکانی چون الله بنبر ببیت همو کاتیگ انسانی مسلمان پیوست لعبادت و بندایت و پرستش خواهی بید جا هر جاری بشی و یک هر کاتی با موسیم که خواهی تایبتی خواهی هست بایی براسی انسانیش ملل روی تیه نکن لعبادت کن بیتاقد نبید ساتا ماشنا که جارجا که رمضان دیتا پیش رو انسان حالتی که جوری که تره لعبادت تماشا که نجا کن یک بر دوائی که یعنی اگر هموی به یک جار بکره الان ایتر انسان این نبود اولام جارجا که تکرار بیتا و دیسان انسان نشاطی که تری بوره گره با همان شی واحد تماشا که لصال که خواهی پرگار یا لعمری انسان یا لصالانه جاره که فرض کرا و لسان انسانی مسلمان اگر بود که اچید یعنی تماشا که امش بخوای دیار جوره چطره لعباده بویا ام در روشی که پیغمبر خواهی صلی اللہ علیہ وسلم بوشی و احتمالی پیدا و مفسرین لسر آیتان و وین راف کردوا لراستیا چن عبادتی زور ضرورتیه بو انسان لو روتینیاتی جاین در بشه پیوست امهله بقوازته هنده جار پیوست من بو هیل روتینیاتی جانی او کله سری راحت نخومن پیو گرتو در بشین بو نمونه دوه رمضان کس ممکنه او روزانی که سنت انسان لبر گرما یا لبر بی ایش کار یا لبر هنده مشغلات نتوانی بر روزوبی برام ام در روزه دیت پیش شوام نو روزه اگر انسان تیاب توانه بر روزوبی کله کردوار پیان نو منی حاجن شته کی باشی کردو اما این شکل لوانه پیغمبر خصوصاً لکه لز خزانه کنی اجرت او که پیغمبر خصوصاً امدر امن روز بر روزو بود. بلا خلاف که لسر وی که ایر پیغمبر خصوصاً روزی عرفه بر روزو بتنی ایر امن روزه که هندگران یک شکل خزانه کنی فرمان بینیم و پیغمبر خصوصاً الله علیه وسلم امن روزه بر روزو بود. که وقتی یک شکل کرده و ساکن روز گرفت نیکی کتر زور تهلیلات و تکبیرات و تحمیدات و تسبیحات خواهی پروردگاره. يعني إنسان بتواني هميشة لسر زماني الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر هبيت كأول سنة شي قوري لم رجع كان رجع وتايبت من دي أم كان رجع بهمان شي وصدق كردنو بوجانوي خلقاني مسلماني هجار كلم رجع بتايبتي أمره يعني هر كارو كردو بيكي باش لكاتي خويدا جغي خوي أقري لكاتي خويا الضرورة سابونا منا أمرك ظروفي كي أوها تتبشو أم قيران الداريه كلا أعراده اگر انسانی مسلمان بتوانه براستی اگر روش وکانی شی بونه جیره بلان بتوان یعنی کرده وشتر کانی تری بونه کرده بلان بتوانه دست گروهی هجاره بکن انشاءالله هر وکو بلی لرزی او کسانه که همو کرده وکانی تریشتی انجام داره بایی بتوان صدق کردنی شکل وانه کلم روشانه پیست براستی باش انجام داره و هم به همان شو تسبیحاتی خواه پردگر و روش وکان بجیره اگر بتوان و به همان شو لم کاتیات چون رمضانم انسان زیاتر سنت کان کار روز نیج سنت کان زورتر گرینگی پیدا به همان شیوه میتونه روزی شپیس انسانی مسلمان زیاتر هاونی بیه بکنه نیج زیاتر زیاده بکه و به همان شیوه اهتمام دن بخوان دنی قرآنش نمیتونه روزیا چون که هندگ لعلما فرمون که در روزی ام عشری ذی الحجه جورتر در روزی رمضان بلام در شبی آخری رمضان دلام در شبی آخری رمضان جورتر لدشري عشري ذي الحجة كاتر للروج كاني أما أجر عبادة كيبك وإلا شون الشو كاني أو الشو كاني رمضان زندو كردو ده أخير زندو كردو بهمن شو ليك ترازوان وإنسان مسلمان أجر بتوانى بهمش شو عبادة كان أو يبوي أكل ويبوي أجنجد بقول من شاكر دنا قل ذاك بقول أقول قل معلوم نالا خو باش كردنا و بقول من خو هي من بنا هي من كردنا درو دروني خود بهمن شو نزيق بنا ولا خوي برودكار بهمن شو تونن تول کردن وی پیوند کوم ملایتی کان به جنانی سیلی رحم یعنی امچن روزا پیشتر حدیث یک بحث کرده که الان ضعیفه لسری که علی اساس لمچن روزا به انسان چون لدستی بل کراو به لسر معلوم نالی بلا مگر اگر اوش بولم نه یش کلوانی که انسان براسی لم در روزا کو چون ل رمضان زیات انسان کراوی و معنا به همان شوش لم در روزا بتوانه به هموش یک معلوم نالی خو راضی بکا و
والحاصل هرشي كردوي كباباشي ازانو شاكي ازانو ماي نزيغوني لخواي پرگار ولا خلقي خواي پرگار وچاكا كردنا بو خلقي خيركم خير الناس انفعهم للناس يعني هرشي كبزاني ماي رزامندي خو وخلقي شو ولا بيش شارچوي شرحه انسان انجاني بداشتي كباشي كردوي